انه مشكله الملوحه بالنهر هو سببها نهر التعزيز اللي عزز شط الرميثه من نهر الفرات. الفرات طبيعته في محافظتنا هو مياه مالحه غير صالحه للاستهلاك البشري، وانما كانت الحكومه المحليه بالمحافظه مضطره. نحن امام خيارين، اما تشغيل المشاريع الاساله في قضاء الرميثه المشاريع المركزيه اللي تغذي المحافظه على المياه المالحه، او اطفائها وانتظار المياه العذبه تصلنا من شط الحله. واحنا امام خيارين اسهلهما صعب يعني، لذلك اضطرينا على تشغيل مشاريع الاساله مشاريعنا على المياه المالحه، وبقينا احنا فاتحنا. كانت هناك مخاطبات من قبل دائره الموارد المائيه مع وزاره الموارد المائيه مع محافظه الديوانيه. اخر لقاء كان يعني مع مدير الموارد المائيه في المحافظه بانه تم الاتفاق على ان يكون نهر التعزيز مناصفة مع الديوانية، وهذا يعني أضعف الحلول اللي احنا نعتبره، وإنما هو نهر التعزيز هو خاص فقط في محافظتنا وليس الديوانية حق به ولا بقطعة واحدة. لكن ما أهم قبلنا في حال إذا كانت الإطلاقة هناك 16 متر تكون 8 متر، إن للأسف لم نلاحظ هذه 8 متر تصلنا من شط التعزيز ولحد هذه اللحظة.